الضايع او بالتحديد بعد ما سجل نادي الكرامه هدف التعادل في الدقيقه رقم 81 من المحاوله في الجهه اليمنى التقدم الكره عرضيه في منطقه الجزاء فيها شفرة الكرماوية ويصل بالكويتي إلى منصة التتويج بنكهة الحلوى العمانية بنكهة الحلوى العمانية إسماعيل العجمي باسورد الكويت باسورد الكويت بطلا لكأس الاتحاد يا كرة القدم يا جنون كرة القدم يا متعة كرة القدم يا لحظات الليث يكشر عن الأنياب فلا تظنن بأنه يبتسم كم الكرة الماضية في الشباك وحال الطرد حال الطرد يا رباط يا متعة يا إثارة يا انفوار يا جنون يا جنون براسه وتسلم راسه براسه وتسلم راسه ينحت رأسه في الكويت تمثال ينصب للعجمي تمثال ينصب للعجمي الكرة الماضية فجرت الفرح في المدرجات فجرت الفرح في كل الكويت أطلقت صافرات الحزن في سوريا شوف النهاية شوف الكرة الماضية شوف التمركز غاب عن المباراة ولكنه فعلا لا يظهر إلا في